بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم أحينا على نهج الاستقامة، وعافنا من موجبات الندامة يوم القيامة، واكفنا شر الأشرار، واغفر لنا يا عزيز يا غفار. اللهم ثبتنا على الحق يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم آمين. وبعد، لقاء خاص في هذه الأيام، سنقف قليلا في الحديث عن سلسلة صاحب الخلق العظيم رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، ونتكلم على العشر الأوائل من ذي الحجة. أيام قليلة، ربما تكون 3 أيام أو 4 أيام، ويبدأ شهر ذي الحجة إن شاء الله. شهر ذي الحجة هو أحد الشهور الأربعة التي سماها ربنا في القرآن بالأشهر الحرم، وهذه أيام عظيمة، بل هي أفضل أيام الدنيا. العشر الأوائل من ذي الحجة هي أفضل أيام الدنيا. نفرق بين اليوم والليلة. أفضل الليالي ليلة القدر، وأفضل الأيام يوم عرفة، ويوم النحر، ويوم القر، 3 ورا بعض. صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. أفضل أيام الدنيا أيام العشر، يعني أي عشر؟ العشر الأوائل من ذي الحجة. ربنا سبحانه وتعالى أقسم في كتابه، وإقسامه بأي شيء يكون له دلالة على مكانته العظيمة عند الله سبحانه وتعالى، ولفت نظر وانتباه للمؤمنين أن يأخذوا فرصتهم في العمل الصالح في هذه الأيام. قال ربنا: والفجر وليال عشر. الليالي العشر هي من أول ذي الحجة، وفيها يوم عرفة الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: ما من يوم، أي لا يوجد يوم، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا أو أمة من النار من يوم عرفة. أكثر يوم في السنة ربنا سبحانه وتعالى بيعتق فيه الرقاب من النيران في يوم عرفة. في حديث مشهور أورده المنذري في الترغيب والترهيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: إن جبرائيل قد أتاني آنفا، يعني من لحظات، فأنصت لي الناس. فنادى جبريل، نادى بلال على الناس: أنصتوا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيخاطبكم. فقال: إن جبرائيل قد أتاني آنفا، وقد قال لي إن الله عز وجل اطلع على أهل الموقف والمشعر الحرام، فقال: أفيضوا عبادي، فقد غفرت لكم ولمن شفعتم له. يعني لو واحد هناك قال: يا رب اغفر للمسلمين والمسلمات، ربنا يجعلنا منهم إن شاء الله. وهو هناك كده، شوف مع الأزمة الكبيرة اللي انتوا عارفينها في الحج دي، اللي مسكنها الآن شركة الحج في بلاد الغرب، اللي مسكنها الصهاينة والهنود اللي بيقتلوا المسلمين، وصاحب دولة المؤامرات، ومع ذلك يروح واحد مسلم يكون عنده صدق يرفع إيديه يقول له: يا رب اغفر لي والمسلمين، اكرمني والمسلمين، يلحق هذا الحديث بنا. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اتعجب من الحديث هذا، فقال: يا رسول الله، أهو لنا خاصة؟
أنت النبي صلى الله عليه وسلم وإحنا الصحابة، يعني الرعيل الأول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهو لنا خاصة؟ قال لا، هو لكم ولمن يأتي بعدكم إلى يوم القيامة. يعني كل واحد يروح هناك يدعو إن شاء الله ربنا ألحقنا بهم. حتى سيدنا عمر ما سكتش، قال إيه سيدنا عمر؟ قال لقد كثر خير الله وطاب، يعني خير ربنا بلا حدود بلا حدود. ابن عباس ليه مقولة عجيبة جدا، ولذلك لما كان في الأيام هذه لما بيروحش يحج كان يعمل إيه؟ يعتكف في المسجد في يوم عرفة ده، يقعد يذكر ربنا ويدعي ربنا ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. وليه مقولة عجيبة جدا من هذا الحديث، يقول إيه؟ إن رحمة الله النازلة على الخلق تستوعب أهل الموقف والمشعر الحرام كل الحجيج، لكن رحمة ربنا بلا حدود، فتنساح في الأرض تمشي في الأرض. فما من مسلم ذاكر أو تالي للقرآن أو مصلي أو فاعل خير إلا لحقته رحمة الله عز وجل. يبقى رحمة ربنا كم مرة؟ مضاعفة للي دعالنا هناك، وللذاكر هنا كمان إيه؟ بيعرض نفسه لنفحات إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى. هذه الأيام بتختم بيوم النحر اللي هو يوم العيد يعني، ثم يوم القر الذي قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. يوم النحر هو يوم الحج الأكبر اللي هو يوم العيد يعني، ويوم القر هو اليوم الحادي عشر الغد من الأعمال، اليوم الثاني من الأعمال الصالحة، في شأن عظيم. لذلك صلى الله عليه وسلم قال ما العمل الصالح في أيام أفضل منه في عشر ذي الحجة، أفضل الأعمال. طب أنا عايز أفهم أفضل الأعمال في إيه؟ لابد أن أقارن، عشان أقول أفضل يبقى أقارن بين هذا وبين ذاك عشان نشوف علو الثواب لهذه الأيام. في رواية يقول صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. قالوا الصحابة منتبهين، ولا الجهاد في سبيل الله؟ الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام، أعلى شيء في الإسلام. ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج يخاطر يغامر، مندفع يخاطر بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. يعني كل ماله يتصدق به لله ويتصدق بدمه وروحه لله، هذا مساوي لمين؟ اللي عبد ربنا في الأيام دي. تخيل أنت، بل اللي عبد ربنا في الأيام دي أفضل كمان، أفضل، لأنه يريد الثواب العظيم من عند مين؟ من عند الله سبحانه وتعالى. أي فضل هذا؟ موسم حسنات كبيرة جدا، هو أفضل العمل بعد الإيمان بالله عز وجل في هذه الأيام أو في غيرها. إيه؟ إيه أفضل عمل نعمله؟ الصلاة على وقتها، في ثلاث أحاديث، الصلاة لوقتها، الصلاة على وقتها، الصلاة في وقتها صلى الله عليه وسلم، يعني في وقت الصلاة، في وقت الصلاة، هذا في العشر وفي غير العشر. طب وفي العشر بقى يكون ده موسم التنافس، المحافظة على الصلاة في المسجد. هذا التنافس في مسابقة، ربنا سبحانه وتعالى قال لنا كده وسارعوا وسابقوا لإيه يا رب؟ قال إلى مغفرة. من عند مين المغفرة؟ من الله. طب والثواب إيه؟ الجنة عرضها السماوات والأرض، أعدت لمين يا رب؟ للمتقين. قال سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض. المسلم لما بيسمع هذه الأحاديث لابد ألا يتوانى، بل يسارع إلى فعل الخيرات. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول التؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة. يعني كل حاجة خدها إيه؟ بالروية. فكر كده، عايز تعمل بيزنس فكر كويس، ادرسه، اعمل دراسة جدوى، اسأل الناس اللي اشتغلوا قبليك، ادرس حاجة تخص هذا البيزنس. لازم كده، الحياة الدنيا في أمور الدنيا عايزة الإيه؟ التؤدة، يعني التأني، إلا في عمل الآخرة.
عمل الآخرة فيها إيه؟ المسابقة، المسارعة لمين؟ لمرضات الله سبحانه وتعالى. لأن ربنا قال لنا في القرآن وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذه الحياة الدنيا هي مضمار التنافس بين الناس، وكلنا عارفين قصة عمر بن الخطاب مع أبو بكر الصديق في التنافس في فعل الخيرات، هذا يريد وهذا يريد، إلى أن سبقه أبو بكر وقال عمر والله ما أستطيع أن أسابقه بعد اليوم أبدا، ده رجل موفق، هذا رجل ربنا فتح له أبواب الإيه؟ أبواب الخير. ما هو ربنا لما بيريد بالإنسان خير يقول إيه؟ فسنيسره لليسرى. طب هي ميسرة أصلا؟ مش هي يسرى؟ يسرى يعني إيه؟ يعني أبواب مفتوحة. لا، ده احنا هنيسرها له كمان. يسرها له يعني إيه؟ يحببه فيها، يعيق له الزمان والمكان والوقت والناس، ويفتح له أبواب الخير. سبحان الله، سبحان الله. كان أبو بكر الصديق واحد من هؤلاء الناس. ربنا يقول في القرآن فاستبقوا الخيرات. استباق الخيرات ده أمر مهم جدا، من أعظم الأمور اللي أنت تستبق فيها الخيرات المحافظة على الصلاة على وقتها. ربنا يقول واركعوا مع الراكعين. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، يعني صلاته ناقصة، يعني الأجر مش كامل، الأجر مش وافي، الأجر إلا العذر بقى، خوف، مرض، مطر. العبد المسدد دائما تجده في المواطن التي يحصل فيها الثواب العظيم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لنا ويقول للأمة كلها الصلاة خير موضوع، أفضل عبادة، لأنها بتحتوي على كل شيء، التكبير والتعظيم والقرآن والتسبيح والخضوع والتواضع ووضع الجبين في الأرض والتشهد والتحيات والإقرار والصلاة على النبي والسلام على كل المسلمين وعلى مسلمين من ملائكة وجن وبشر وعلى الكائنات، حاجة عظيمة جدا الصلاة. فيقول صلى الله عليه وسلم استكثروا، استكثروا الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر. زود النوافل، باب مفتوح. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون يزيدهما هذا في عمله أحب إليه من بقية دنياكم. يعني الركعتين البساط اللي انت بتصليهم بس ولو بالفتح، بالفتح اللي انت بتلاقيهم يعني خفاف خالص كده، تقرأ الفتحة فقط يعني من النوافل، هذه هذه أفضل من الدنيا كلها من الآن إلى يوم القيامة، من يوم أن خلقت إلى يوم القيامة. هذه الدنيا بكل ما فيها ركعتين بس تتقرب بهم إلى مين؟ إلى الله سبحانه وتعالى. بل يقول صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم شيئا أفضل من الصلاة. أول شيء، اثنين وصلاح ذات البين، صلاح ذات البين، ثلاثة وخلق حسن. صلاح ذات البين الإصلاح بين الناس، الإصلاح بين الناس. احنا ابتلينا في زماننا ده من النمامين والشمتين والغيابين والكذابين، يعني وانت ماشي بتتكعبل فيهم والعياذ بالله. إنما لما يكون الناس عندهم أخلاق حتى الصلح بينهم بيكون سهل، وحسن الخلق كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه ثلاثة أبواب من العمل الصالح، ثلاث أبواب من العمل الصالح: صلاة النافلة، صلاح ذات البين، وحسن العم وحسن الخلق. ما عمل ابن آدم شيء أفضل منها. يبقى الإنسان لا يفرط، لا يفرط أبدا في هذه الأعمال الصالحة التي دلنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف اسمع سيدنا النبي يقول في صحيح مسلم: عليك بكثرة السجود، عليك بكثرة السجود. شوف الأخت دي عايزة حاجة. يقول عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة، والدرجة ما بين السماء والأرض، وحط عنك بها خطيئة. السجدة الواحدة، السجدة الواحدة تعمل إيه؟ تحط عنك خطيئة وترفعك درجة. الدرجة دي قد إيه؟ ما بين السماء والأرض. اللي أنت شايفه ده، ده مش السماء، اللي أنت شايفه ده انعكاس بخار الماء وانعكاس الضوء،
السماء حاجة تانية خالص خالص يعني. جماعة بتوع ناسا عبارة عنهم، وانت تعرف الناس أو داء مدلهمة كده، قالوا لو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون، في سورة الحجر ربنا قال ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة، حط عنه بها سيئة، رفع له بها درجة، فاستكثروا من السجود. وربيع بن كعب الأسلمي لما راح للنبي صلى الله عليه وسلم وعنده 14 سنة ووضى النبي، والنبي قال له يعني اتمنى، فقال له ادع ربنا أكون رفيقك في الجنة، قال له وغير ذلك؟ قال له لا، هو ذاك ذلك دي اسم إشارة للقريب، ذاك اسم إشارة للبعيد، يعني دي غاية الواحد ما يوصلهاش ايه بسهولة، أكون رفيقك في الجنة. فقال أعني على نفسك بكثرة السجود، بكثرة السجود. من الميادين في هذه الأيام العشر اختم فيهم القرآن كل يوم 3 أجزاء. صعب؟ لا مش صعب، هقول لك على حاجة حلوة تسهل عليك ختم القرآن في العشر أيام دول. أنت عندك كم فرد بتصليهم؟ 5. وبتصلي قيام ليل ولا لأ؟ إن شاء الله هتصليه، خليها نصلي ركعتين عد ماشي؟ أو صلي بنص جزء بالليل وانت ماسك المصحف بتاعك أو التليفون بتاعك، تمام؟ صلي بنص جزء، أدي واحد. وكل صلاة قبل الصلاة أو بعدها اقرأ نص جزء. النص جزء ده عبارة عن كام؟ 10 صفحات من المصحف بتاعكم ده، المصحف اللي هو 622 صفحة ده، 10 صفحات كل نص جزء، يبقى 5 × 5 = 2.5، وتصلي بنص جزء يبقى 3، يبقى العشر أيام عملت فيهم كم جزء؟ 30 جزء ختمت فيه. تتقرب بذلك إلى الله سبحانه وتعالى، مع العلم أن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يعني الحرف الواحد، حرف الواحد عند ربنا بكام؟ 10. خد بالك، والله يضعف لمن يشاء. ويقول سيدنا النبي: من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. اللي بيحب حد، شوف لما يبقى واحد حبيبك كده كاتب لك جواب وتبقى أنت مكتئب وزعلان من كتر المشاكل، فتعمل إيه؟ تدور في الدفاتر القديمة على حاجة تفرحك. مظبوط ولا مش مظبوط؟ طب وأحسن حاجة تفرحنا كلام مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. اللي عايز يدخل على قلبه الفرح والسرور يفتح القرآن الكريم ويقرأ فيه. من ميادين ذلك الذكر، طبعا أعظم الذكر تلاوة القرآن. الذكر العام بقى، ربنا قال: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، ما لهم يا رب؟ قال: يرجون تجارة لن تبور. لأنه بيتجري مع مين؟ مع الغني، الغني الكريم الذي لا يريد شيئا من أحد، إنما كل المخلوقات تريد منه سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله عز وجل هو الغني الحميد، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. مش هيقعد يقلل معاك في السعر، لا لا، ده هيديك ويزودك، هيعطيك عطاء بلا حدود وزيادة كمان. ليه؟ لأنه سبحانه وتعالى غفور شكور. كتاب ربنا سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يقرأ القرآن والذي لا يقرأ القرآن كمثل الحي والميت. الذي يقرأ القرآن حي، اللي ما يقراش القرآن إنسان ميت. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها، ألم يقل ربنا ذلك في سورة الأنعام؟ مصداق هذا الحديث أهو. بل إن البيت الذي يقرأ فيه القرآن خاصة سورة البقرة بينفر منه الشيطان، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. وفي الترغيب والترهيب للمنذر يقول: إن قرأتها سورة البقرة في بيتك تعمل لك منارة فوق بيتك الملائكة بتهتدي بها. تعرف ان البيت ده بيقرأ فيه سورة الايه؟ البقرة، تخيل انت. وانها مطردة للجن من دارك ومن الدور التي حولك، يعني وجودك في هذا الحي
بتكون بركة على الحي كله، مش بركة على أهلك بس، لا، وعلى مين؟ وعلى جيرانك. ده فضل الذي يقرأ سورة الإيه؟ سورة البقرة. ربنا يقول قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. ماله الكتاب ده؟ بيعمل إيه؟ قال يهدي به الله أي ناس من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات، يخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. تلاوة القرآن بترفع الإنسان، ويوم القيامة بيقول له اقرأ إيه؟ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. كل آية يقرأها يطلع منزلة، يطلع درجة، فين؟ في جنات النعيم. طيب، هذا القرآن الكريم بعد الصلاة؟ نعم. طب هل يسن للشخص صيام الأيام التسعة من ذي الحجة؟ هل يسن ذلك؟ يوم عرفة سنة أكد. طب والثمان أيام، الثمانية أيام؟ في رواية وردت عند أم المؤمنين عائشة بسرد صحيح تقول ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط، تقصد التسعة يعني، لأن يوم العيد بيحرم الصيام فيه، مش كده؟ طيب، لكن ليه قالت العشر؟ حاجة اسمها التغليف في اللغة العربية، التغليف يعني الماجوريتي اللي انتم بتقولوا عليه، يعني مثلا يقولوا على الشمس والقمر يقولوا عليهم القمرين، يقولوا على بكر وعمر يقولوا العمرين. اسمها الايه؟ اسمها التغليب. لما ربنا يخاطب في القرآن مثلا النساء يقول ومن يقنط، ده فعل مضارع، المفروض تبقى التاء قبليها، ومن تقنط، مش كده؟ مش ومن يقنط للتغليب. يقول ومريم ابنة عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكانت من قانتين. طب هي قانتين ولا قانتات؟ قانتيت، هي قانتات هي، مش كده؟ إنما القانتين ليه؟ للتغليب، الأعم، للأكثر، للأكثر. الإخبات والقنوط بيكون أغلب في مين؟ في عامة الرجال أكثر من غيرهم. فقالت إيه؟ ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائماً العشر قط، وما كان النبي يصوم العشر قط. في حديث آخر لهنيدة بن خالد رواه مرة عن أمه وعن بعض أزواج النبي، ومرة عن امرأته عن بعض أزواج النبي، ومرة عن حفصة. يبقى جاي بتلت إيه؟ بتلت طرق. قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الأول أو التسع الأول، العشر الأول أو التسع الأول من ذي الحجة. بعض أهل العلم عملوا بالحديث الثاني، وبعض أهل العلم عملوا بالحديث الإيه؟ الأول. فإن صمت، إن صمت فلك في حديث هنيدة إيه؟ مندوحة. وإن لم تصم إلا عرفة فلك في حديث عائشة إيه؟ مندوحة. طب والأفضل إيه؟ الصيام. الصيام ليه؟ لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صيام يوم واحد في سبيل الله يباعد بين وجهك وبين النار 70 خريفا، 70 سنة. ده لعموم الايه؟ الصيام، مش لخصوصيه هذه الايام، ده العموم، للعموم. وهذا اختلف فيه اهل العلم كما قلنا، لكن ان فعلت ذلك فذلك خير، ذلك خير. خد كذلك باصول التعبد في الايام دي، انت بتصلي في المسجد، هتختم القران، هتصوم، تصدق كمان، تصدق، لان الصدقه بريد للاعمال الصالحه، بريد للاعمال الصالحه. ولما تنفق ربنا سبحانه وتعالى بينفق عليك. ثلاث أقسم عليهن ما نقص مال عبد من صدقة أبدا. وهذا الذي يتصدق بيكون يوم القيامة في ظل عرش الرحمن. قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. طب هو الكلام ده الشمال واليمين مالهم؟ معناه الخفاء، السرية، يعني لا يمن، لا يمن على الناس، إنما هذا أمر إيه؟ أمر بينه وبين مين؟ بين مولاه. لكن في بعض الأحيان ربما تكون الصدقة الجهرية مطلوبة، لو في وسط جماعة بخلاء، قصدي يعني مكسلين، فواحد يعمل إيه؟ يقولها إن تبدوا الصدقات فنعماهي، ها؟ عشان يعمل إيه؟ عشان يخلي الناس
ما شاء الله، وده بيحصل طبعا عندكم كتير في الفندريزنج يعني. طيب وافضل الصدقه ايه؟ سقي الماء. افضل الصدقه سقي الماء، الابار التي تحفر هذه في افريقيا وفي باكستان وفي بنغلاديش وفي افغانستان وفي الاماكن دي كلها، من افضل الامور دي. طيب كذلك من السنن الغائبه عنا ان من اول ذي الحجه المفروض المسلمين يبداوا في التكبير، سنه من اول ذي الحجه، الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر ولله الحمد، مش عقب الصلاه بس، في كل وقت. هذه سنه غائبه، سنه غائبه عن الناس. وكان ابن عمر، عبد الله بن عمر وابو هريره كانا يخرجان في هذه الايام العشر الى السوق يذكران الله عز وجل ويكبران بصوت عالي. لما بيكبر بصوت عالي لو سمعت واحد بيقول سبحان الله، انت هتقول ايه؟ سبحان الله. تسمع بيقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر ولله الحمد، هيحصل ايه؟ هتردد، لان الناس فطرهم سليمه. فكان الناس يسمعوا هذا فيكبرون بتكبيرهما، زي ما بيعمل عبد الله بن عمر وابو هريره رضوان الله عليهما، كذلك اهل السوق، وفي السوق خاصه، لان السوق ده بيت الشيطان، الناس مشغوله بالدرهم والدينار، مش كده؟ حياتهم بيع وشراء، مش حد فاضي للذكر، فكانوا يذهبوا للاماكن اللي ربما يغيب فيها ذكر مين؟ ذكر الله عز وجل. والله يا اخوه شأن الذكر هذا عجيب جدا. العبادات اللي ربنا افترضها علينا افترضت ليه؟ لكي نذكر الله عز وجل فيها. مش ربنا قال لموسى وأقم الصلاة لذكري، وأقم الصلاة لذكري، يعني أقم الصلاة لتذكرني فيها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لذكر الله عز وجل. أصل العبادات لذكر الله سبحانه وتعالى، افترضت ليه؟ حتى نكثر من ذكر الله. وربنا مدح الذين يكثرون ويداومون على الذكر، يقول والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ما لهم يا رب؟ أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، كمان مش أجر طبيعي، لا أجر عظيم، والعظيم هو الذي يقول ذلك، اللي خزائنه ملأ لا تنفد أبدا سبحانه وتعالى. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الأسفار مع أصحابه رضوان الله عليهم قال سبق المفردون. قالوا من المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، هؤلاء الذين يكثروا من الذكر. لما تشوف سيدنا موسى عليه السلام وهو بيدعي ربنا سبحانه وتعالى أن يمده بالنصير والظهير أخوه يكون معاه، قال له يا رب هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري، لماذا؟ عشان إيه؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. شوف حتى الطلب، لما طلبه قال له قد أوتيت سؤلك يا موسى، خلاص أنت عايز تزيد في الذكر حتى لا تفطر ولا تنيا في ذكري، خد أخوك هو نصير معاك عشان يذكرك بمين؟ يذكرك بالله. وبدعوة موسى ربنا جعل هارون نبي ورسول كمان، يقولوا كده مفيش أخ في الدنيا أنعم على أخوه مثل موسى، ما فعله على مع أخيه هارون عليهما الصلاة والسلام، عليهما الصلاة والسلام. موسى بيطلب من الله أن يعينه بأخيه هارون ويمن عليه بي، ربنا يعطي له ويعطي له النبوة والعلة كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصير. هذه أحوال مهمة جدا، حتى في مواسم الفرج والنعم على ربنا سبحانه وتعالى كان بيعلم الناس دائما أن اللسان الذاكر هذا هو من دلائل فضل الله. شوف زكريا فضل طول حياته يدعي ربنا نفسه في إيه؟ في الذرية. فقال له هديك ذرية ولد، وهدهولك نبي، وأخلي نبي هو صغير، وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا، وهنخليه سيد وحصور، مش عايز يتجوز، يبقى حياته كده كلها لله بس، بعيدا، هذا خاص ليحيى. السنة طبعا الزواج وكده للقادر، وإلا فالفقهاء يقولون إن الزواج بيعتريه الأحكام الخمسة،
الواجب ممكن يكون واجب ممكن يكون حرام، ممكن يكون زك حرام. واحد تعيس ما يعرفش يعيش، واحد ما بيفهمش مخه ظلم كل يوم هذه صباح علقة وضربها آخر النهار بعلقة، تقول له اتجوزها وتروح السجن؟ ها قول له توكس روح تربى الأول. ها وسنة ومكروه ومباح، خمس أحكام في الزواج ده في الفقه يعني. لكن سيدنا يحيى ربنا قال له أنا هديك واحد تفصيل وأسميه يحيى، يحيى عشان يموت شهيد. لأن اللي بيموت شهيد ما بيموتش مش كده، بل أحياء عند ربهم إيه يرزقون. تمام. قال له يا رب يعني هو من شدة الفرح عايز حاجة حسية كده يشعر بيها. قال له يا رب اجعل لي آية. قال له آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. طب نعمل إيه يا رب؟ قال له واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. أدم ذكر الله. العلماء يقولوا أن ربنا ربط لسانه عن كلام الدنيا، تكلمش أي كلام في الدنيا يجي يقوله ما يتكلمش، لكن لما يذكر ربنا صوته يطلع. سيدنا زكريا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يا أخي سبحان الله، بل ربنا يقول في الحديث القدسي من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من الملأ الذي ذكرني فيه. يا راجل ده انت مجرد ان شفتيك تتحرك بس بذكر الله. يقول ربنا انا مع عبدي اذا هو ذكرني وتحركت بي شفتاه. سبحان الله، لا اله الا الله، الحمد لله. ده ربنا بيرضى على العبد اللي اذا اكل اكله يحمد ربنا، واذا شرب اي شراب يحمد ربنا سبحانه وتعالى. طب والناتج ايه بتاع الذكر؟ اطمئنان القلوب. ألا بذكر الله تطمئن الإيه؟ القلوب. ذكر الله عوض عن كل شيء، عن المال وعن العيال وعن الزوجة وعن الزوج وعن الناس كلهم، وعن الناس كلهم اللي بيلهم ذكر الله سبحانه وتعالى. ربنا بيدخل في قلبه السعادة، في قلبه السعادة. حتى لو جات له مصيبة، قال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إيه؟ إنا لله، ذكره لله، وإنا إليه راجعون. الأولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. افتكر ربنا سبحانه وتعالى. دائما المؤمن يقوي قلبه بذكر الله. في شأن الخوف من المشاكل اللي بتحصل، ربنا قال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. هي دي الحياة، بلاءات ومصائب، مش مفروشة ورود. هي هناك الجنة اللي ما فيهاش مشاكل، لكن هنا في مشاكل ليل نهار. فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. النتيجة إيه؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم سبحانه وتعالى. يا أخي ذكر ربنا سبحانه وتعالى نعمة كبيرة جدا، بتجعل الإنسان قريب من الله سبحانه وتعالى. وهذا الذكر بينوع بقى بين تسبيح واستغفار. يقول وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يعمل معكم إيه؟ يمتعكم متاعا حسنا، حلال بركة خير، إلى أجل مسمى. كل واحد فينا عنده أجل مسمى. ويؤتي كل ذي فضل فضله. سيدنا هود يقول لهم فقلت استغفروا ربكم، إن سيدنا نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ذكر ربنا بالاستغفار ضمانة من العذاب، إن الإنسان لا يعذب. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وهم يستغفرون. لذلك كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. يا الشمس بتطلع على إيه؟ على الدنيا دي كلها، لا تسوي شيء أمام الأربع كلمات دول. سبحان الله، قولهم كده، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي عملناه الأسبوع اللي فات، من قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة عملناها، خدت دقيقة ونص مش كده، وقلت لكم من عندي دقيقتين صح ولا إيه؟ عليا بدقيقتين بس، 100 مرة.
حطت خطاياه حطت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر. تخيل انت الشواطئ دي كلها الرغاوي اللي بتطلع عليها دي وترميها، حد بيعمل ذنوب من هذه ذنوب؟ مستحيل يعني. ومع ذلك الانسان اذا قال سبحان الله وبحمده 100 مره ربنا يمحي كل هذه الذنوب. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن. ربنا بيحبها يا اخي، الا يكفي هذا؟ يعني ربنا بيحبها. ايه هم يا سيدنا النبي؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. عود لسانك الصبح وبالليل 100 مره 100 مره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابو موسى الاشعري يا ابا موسى هل ادلك على كلمه هي كنز من كنوز الجنه؟ ايه يا رسول الله؟ لا حول ولا قوه الا بالله. يعني تقول كده في الاولى سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله 100 مره. في الثانيه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله العظيم 100 مره. في الصباح وفي العشي استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه 100 مره. في الصباح وفي العشي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 100 مره. في الصباح وفي العشي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا 100 مره. في الصباح وفي العشي. تخيل انت لو تعودت على هذا الذكر لسانك دائما، عود لسانك على ذكر ربنا سبحانه وتعالى. ربنا وصف اهل الجنه الوهود الى الطيب من القول. طب واطيب القول في الدنيا ايه؟ ذكر الله. والجزاء من جنس العمل. فمن طاب لسانه بذكر الله في الدنيا طيب الله واكرمه بجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين والذاكرين بفضل الله سبحانه وتعالى. لا يليق بالمسلم اللي ربنا اعطاه الرشد والعقل ان يغفل عن ذكر الله. الناس بتغفل عن ذكر الله ازاي يعني؟ كيف يعني؟ الشيطان بيدخل لهم فين؟ لفكهه المجالس، الغيبه والنميمه والكذب والكلام الفاضي، حصاد الهشيم والعياذ بالله. لما النار بتنطلق في ارض وتحرقها كلها، ايه اللي بيتبقى؟ الرماد، حصاد الهشيم هذا بيحرق حسناته وبيضيع وقته. انما المسلم غير ذلك ابدا ابدا، يظل دائما ايه؟ ذاكر لله سبحانه وتعالى. نسأل الله ان يوفقنا لارشد الاقوال والافعال، اللهم امين، لا يوفق لارشدها الا هو سبحانه وتعالى، وان يجنبنا واياكم سيء الاقوال والافعال والاهواء والادواء، لا يجنبنا سيئها الا انت، اللهم اهدنا وسددنا يا رب العالمين. كمان التقرب الى الله عز وجل في هذه الايام بالحج. طيب الذي لا يستطيع الحج ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ صلي الفجر واقعد في مكانك، في مكانك، واذكر ربنا سبحانه وتعالى الى ان تسرق الشمس وتحل النافله، وصلي ركعتين بس، ركعتين الضحى. قال صلى الله عليه وسلم من فعل هذا، من صلى الفجر وجلس يذكر الله حتى شروق الشمس فصلى ركعتين كتبت له، ها حافظين انتم، حجه وعمره تامه تامه تامه. عطاء، عطاء من الكريم سبحانه وتعالى. طب ربنا أعطاك مال، ضحي، اعمل أضحية، اعمل أضحية. إن شاء الله المرة القادمة نتكلم على أحكام الأضحية إن شاء الله، إن شاء الله. بس هنتكلم على حاجة مهمة جدا اللي هو الحديث من أراد أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. هذا الحديث في موقع كبيرة جدا. أهل الظاهر بيقول لك اللي بياخذ الحديث كتاب ظاهره هذا رأيه، اللي ناوي يضحي لا يقص ظوافره ولا يقص من شعره يتشبها بالحجيج إلى إيه؟ إلى يوم العيد، تمام؟ ده أهل الظاهر. لكن عائشة رضي الله عنها أنكرت هذا وقالت هذا خاص بمين؟ بالحجيج، خاص بالحجيج، وهذا هو الأوفق. لكن إن فعلت الرأي الأول صحيح، إن فعلت الرأي الثاني فذلك إيه؟ ذلك صحيح. هذه أيام مهمة جدا، نسأل الله أن يعيننا وإياكم على اغتنامها، اللهم أمين، وأن يجعلنا وإياكم ممن نستكثر فيها من الحسنات وفعل الخيرات، وأن يبعدنا وإياكم عن الزلات والسيئات، اللهم أمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.